عسلامة. عسلامة. لبس؟ الحمد لله. قدم لنا روحك. عمر العويني. مرحبا بك عمر، ايش عم في حياتك؟ نقرا عام فورماسيون ميكانيك ونجح. ان شاء الله ربي ينجحك. عمر، حبيت تحكي لنا على الهوس حب الجمعية اللي هي الترجي الرياضي التونسي. والله الترجي فريق كبير. كيفاش بدا الحب هذا؟ بدا من الصغير. يعني على شكون ورثت الحب هذا؟ شكون في عائلتك يحب الترجي؟ انا عندي خويا وبابا وحاسه عائله كامله. حاسه عائله كامله مكشخه. عائله كامله مكشخه. وولاد حومتي خاصه. خاصة عندي ولاد حومتي. ولاد حومتي معناها مهلوسين ياسر من الترجي معناها، وبرشا ديجا فهم شكون يديبلاسي للجزائر ويخرج وبرشا يمشي ويس. اكيد عندك صحابك كلوبيستيه زاد. اكيد فما عندي ولاد حومتي كلوبيستيه زاد، ونبقى ونتفرجوا كي مع بعضنا في القهوه، كلمه منا وكلمه منا، تناقشوا في برشا حاجات في الكوره وكا. كيفاش يكون النقاش؟ النقاش كيف باش نقول لك؟ يعني فيه نوع من الاستفزاز هكا ما بيناتكم؟ الدربي مثلا كيفاش تتعاش الاجواء نتاع الفرجه في الماتش؟ هي الساعه في الدربي نبقاو نتفرجوا مع بعضنا في قهوه، مع بعضنا خويات في الدربي، ونبقاو نتفرجوا خاسرين ولا رابحين ديما فما كالتنبير فما كالفازيت وكا. وهذاك انت تنبر على جماعه الكلوب ولا جماعه الكلوب ينبروا عليك؟ الأكثرية أحلى خاطر تيترويت تحكم بطبيعتها وبرشا حاجات برشا حاجات، أما ديما نبقاو خويات فهمت؟ حتى يصيروك الاستفزازات هذوكم هكا، واحد يتشنج فيكم ما يحبش في الجمعية نتاعو عنده الحق. هي حلاوتها غادرة، معناها هي حلاوتها فك برشا حاجات الابتزازات اللي تقول عليها أنت وكا. شنو الطرائف اللي نجموا يصيروا؟ طرف اللي صاروا هكا ما بينك انت وصحابك؟ برشا والله برشا، مثلا تبدا الجمعيه خاسره، مثلا نبداو نتفرجوا الكل مع بعض، الخاسر ديريكت باش يروح راه معروفه معناها. علاش؟ خاطر جمعيته خاسره. ما يتحملش التنبير مثلا؟ ما يتحملش. هكا ونخرجوا وليه نخرجوا لبرا خويات مع بعضنا ونبقى ونحكي انا برشا برشا كليبستيه وبرشا مكشخين. وكا ديما في كل هكا جروب نتاع اولاد تلقى واحد زاد يعني ما عنده حتى علاقه بالكوره وما يفهمش في الكوره. هذاك جين هذا هذاك يشوف حاجه اخرى. يبدا قاعد حذاكم، شنو يعمل بالضبط؟ شنو دوره في المجموعه؟ يبدا قاعد بحذانا. عشكم بالضبط هو؟ مع الاربيتر هذاك. شجع حد شجع هذا شجع في الاربيتر هيك. فما روح رياضية هكا بعد ما تتفرجوا في الماتش؟ ايه. حقيقة فما ولا؟ حقيقة. الحقيقة الحقيقة. فما روح رياضية ما ديما يبقى كلي هذاك كليبيستي وهذاك مكاش. من برا فما روح رياضية. فما روح رياضية. داخل الله أعلم. الله أعلم. تمشي الماتشوات الكل ولا؟ إي أكيد. تحضر ماتشوات في استاد؟ نحضر ماتشوات في استاد. برشا طرف تصير في استاد وبرشا برشا جو وبرشا. شنو هو الفرق ما بين انك تتفرج في ماتش في قهوه وانك تتفرج في استاد؟ فرق كبير. في القهوه مثلا تتفرج في تلفزه معناها، وفي استاد تتفرج مع قرابه 40,000. الاجواء كيفاش تختلف على بعضها؟ الاجواء كيف اجواء تغني في استاد برشا غني وبرشا شنع وبرشا حاسيل وبرشا حب كما يقولوا وكا. برشا شغب. شغب فما شغب ما نجموش ننكروا الشغب اللي قاعد يصير في استادات اللي خلى البنات تتحرم معناها من انها تكون متواجده في استاد. ليه تمشي يمشيوا بنات وما يكلمهم حد ويدخلوا عادي معناها ما فما برشا بنات اختارت انها تتفرج في الدار خير من اللي تمشي تسمع هكا معناها كلام خايب. هي ماهيش مفروض عليها باش تمشي بالسيف معناها، ماهوش هزينها بالسيف، اللي تتحمل تحب تعمل جو في استاد وتغني مع جمعيتها ودز جمعيتها للاخر وكا. احنا نشوفوا فما نغره في استاد الحقيقه ما توصل معناها يصيروا مشاكل وصل حتى شكون توفى معناها. هذه شنو الاسباب هذه نحبوا نعرفوا الاسباب.
اسباب انت وغيرك وغيرك يعرفهم زياده ذي مناشات تصير بين وبين الحاكم بيناتكم انتم في بعضكم ما بين الجمعيات معناها جمهور الكلوب جمهور المكشخه جمهور الاتوال خاصه هذاك قبل هو تو معناها ما عادش تنجم تدخل الاستاد بزوج جمهور معناها ديما المستضيف وديما المستضيف هو اللي عنده جمهور معناها هو اللي يدخل جمهور حتى على قبل احنا حتى على قبل يعني ممكن الحكايه هذه كثرت تو ما كانتش قبل قبل كان فما روح رياضيه بالحق يمكن بعد كثرت تو مش كيما قبل شنو المشاكل هكا اللي حضرت عليها في الاستاد وشنو كان اسبابها المشاكل ديما المشاكل تصير بينك انت والحاكم اول حاجه ذي والاسباب على اقل حاجه معني اقل حاجه تصير في الاستاد باش تصير مشكله اكيد معني اما فما سبب خلى الحاكم يتدخل وقتها قبل ما تصير الكارثه بيان سور قبل هو موجود باش يحمي سبب ماش يصير مناوشات بين الجمهور في بعضهم يتدخل باش يتفض تولي مناوشات بينك انت والحاكم يعني ديما تصير هكا ثم سؤال محيرني الحقيقة علاش اليوم انت هكا معناها مشجع للترجي الرياضي التونسي او مشجع للنادي الافريقي ممنوع انه يلبس مريولو في سوسة مثلا علاش كل واحد معناه حر يلبس وين يحب معناه وماش مفروضة بسوسة ولا بالتراجي ولا بالفيب كلنا اخوات كما يقولوها اليوم معناها اليوم واحد يحب الاتوال لبس البول نتاع جمعية يتعدى في تونس ومرحبا بيه في كل ولاية اكيد هاي مرحبا هكا ولينا غالطة صحيح معناه انا كي نمشي مثلا نمشي معناها عادي نلبس مريول جمعيتي وهم كي يجوا زادا يلبسوا فما حتى مانع معناها فما برشا مشجعين قالوا لي اللي ما تنجمش تدور لبس البول الحقيقه نحكيو معناها ما نغطيوش عين الشمس بالغربات شنو هو الاسباب فقط كيما باش نتقابلوا في الستاد ونلبسوا زوز مراول جمعياتنا كيما نتقابلوا لبرا في سوسه ولا في تونس ولا في كل الولايات معناها رانا باش نلبسوا مراول جمعيات وكا نخلي لك كلمة الختام هكا ميساج تقولوا للمشجعين متاع جمعيات الكل في تونس للتحلي بالروح الرياضية بالنسبة للروح الرياضية معناها نقول رانا الكلنا معناها كيما سوسة كيما المكشخة كيما الكليب كلنا اخوات معناها تجمعنا دولة واحدة وذاك هو ديما ترجي دولة شكرا تبقى دولة